ناخذوا خليلة. الخليع؟ نعم. واخا ولا حليوه ولا نعم لا دابا مشينا مع الملح يعني حتى باش نعطي الحلوه انا دابا صافي ما بقاتش كي راه باقي ما كملناش البلاطو المالح مازال ما كملناش دابا نكمل مثلا ناخذوا 5 كيلو ديال اللحم 5 كيلو ديال اللحم حنا كنتكلموا على الخليع نعم والسيده غتقسم مثلا تعبر و مربعات يكونوا شويه رقاق نعم 5 كيلو ديال اللحم قطع مربعات مربعات ربع ديال الملحه ربع ديال الملح 180 غرام ديال القزبر حبوب محكوك 180 غرام ديال القزبر حبوب محبوب محكوك 40 غرام ديال الكمون محكوك نعم 60 غرام ديال الثومه بالقشور شحال الكمون 40 غرام هي نورمالمون حنا كنديروا العطريه بيدي ونسيت لك تقول لك حدي لينا حددي اما بالكاس ولا بالغرام نعم يعني احسن من الاحسن 40 غرام ديال الكمون نعم 60 غرام ديال الثومه بالقشور 60 غرام ديال الثوم بالقشور 5 المعالق كبار ديال الخل 5 د المعالق كبار ديال الخل كاس زيت بلديه كاس ديال الزيت بلديه وهادشي يترقى 3 ايام يبقى باش اللحم يطول وياخذ ديك النسمه ديال القزبر والعطريه نعم والسيده اللي بغات تخليه في الثلاجه تخليه مثلا تخلي واحد النهار بلا الثلاجه واليوم الاخر تخليهم في الثلاجه باش ياخذ واحد لوكو صافي وهذا وكتطيبيه في ديك 3 ايام بلا شمس بلا صح بلا ما دير لا دبه لا غبره لا والو نعم السيده اللي كتبغي الشحمه راه كدير فيها كيلو ديال الشحمه نعم جيتو زيت بلديه نعم كيسان ديال الماء ما تقويش الماء حيت ماشي خلع يابس نعم ما تعرفش كيسان العنب راه كافين يطيبوا هادشي كنديروا الماء والشحمه كيطبخوا مزيان كنرميو فيهم داك الخلع والعافيه ديما مهيله وتبقى على النار مهيله مين كديري واحد الثوب ديال حياتي في داك لاصوص تعرفي في العافيه ما يتشتش نعم العافيه الغيا باش تعرفي راه صافي راه هو مزيان نعم الا تشتش وبقى راه باقي في الماء يغمل ليك مي كيطيب كديري فيه دوك الجيطر ديال الزيت ما طبخيهمش يعني عندك الحراره اللي بقات ديال الطبره راه كافيه وزيدي فيه شويه القزبر حبوب انا كيعجبني القزبر حبوب مدقوق وعمري اختي في البوكالات وانت عندك الخليع العام كله ريما طيبي في البيض تبارك الله عليك يا البيض قويا راه ما تتمتعي وتبرعي راسك وبرعي العائله تاع معاك حتى هي معاك يا حبيبي بارك الله عليك يا فاطمه